عرفتي منه شو في بالخزنة؟ أكيد ما في أحكي معه بهالبساطة، بس أكيد عرفتي منه الشي ما هيك؟ هو مانو غبي وأكيد بيعرف ليش رحت لعنده، بس أكيد بيكون عرف ليش زرتي. أكيد عرف. لكن منيح بيكون فهم إنه هو صغير وما رح يخوفك شو ما عمل. برأيي منيح اللي رحتي لهنيك، بيكون عرف إنه عندك الشجاعة تروحي لعنده وتوقفي قدامه. صار شي عنده؟ شايفتك قلقانة، قال لك شي يزعجك؟ لا، بس عم فكر بجلسة بكرة. اسكتي اسكتي، صدقيني إني عم حاول ما أفكر فيها بالمرة، متوترة ومو عرفانة شو أعمل. يا ريت لو نقدر نعرف بس شو في بإيده. بس ما منعرف، إن شاء الله ما يفاجئونا بشغلة مو منيحة. والله ما عم صدق، معناها فينا نحل المشكلة الثانية. رح تنحل ليكلك فكر. محمد رح يوصله لأبي ومن هنيك بده يروح على الهجرة والجوازات، رح يستناك هنيك. يعني بفهم منك إنه رح أقدر آخذ الإقامة اليوم؟ رح تاخديها. صدقني والله ما عم بعرف كيف بدي أتشكرك، ممنونتك كثير. إيسان خان وما بتعرف بهالشي؟ لا، وأنا كمان ما بعرف شي. ولا تنسي إنك أنت دبرتي أمورك بإيدك، أنت اللي أخذتي جواز سفر الجديد من السفارة، وأنت يلي رحتي وراجعتي الشرطة وحليتي كل شي. لا بابا ولا أنا أن علاقة بهالموضوع. مفهوم. يعني هي لوحة من أهم اللوحات المميزة بالمعرض، فيك تلاحظي هالشي بنفسك، وهي لوحة زيتية كمان، الفنان راسم العمال اللي بمعمل البلور وكله بالألوان الزيتية. عن إذنك شوي، لو سمحتي اهتمي بالخانم مني. حاضر خانم. مرحبا. خير مهند؟ فينا نحكي بس شوي؟ مشغولة مثل ما أنك شايف. ما رح أخذ من وقتك كتير. طيب شو الموضوع؟ أنا كتير مزعوج من الأمور اللي صارت بيناتنا بالأخير. لا تتحايل علي، أنا واثقة أنه أنت فرحت كتير لأنه نهاد انطرد من الشركة. لما قلت اللي صار بيناتنا بالأخير ما كان قصدي نهاد، قصدت اللعبات اللي عم تنلعب علي. أنا بعرف منيح إنه إلك إيد بقصة سوها. لا تحكي هيك، مالي علاقة بنوب. شو كسبتي يا بيسان؟ قليلي، حاولتي تنتقمي مني؟ قلت لك ما إلي علاقة بالموضوع. صدقني أنا لو كنت محلك ما بحاول حاسب حدا بهالموضوع، وما بحكي فيه. بعدين بتصير أنت اللي بتدفع الحساب ووقتها رح تندم. ليش؟ وبتفتح الدفاتر القديمة كمان؟ هلأ حتى الشغلات القديمة صرتوا تلحقوني فيها. أنت معصب لأني ما ركضت وراك، ما هيك مهند؟ أنا مرة متجوزة وعندي ولاد وبحبه لجوزي كتير. لكن قليلي ليش لهلأ ما عم تتقبلي زواجي من نهال؟ أنت ليش عم بتحاولي تمنعينا؟ شو أنت جنيت؟ ليه لا أعمل هيك شغلة؟ ما بعرف،
يمكن تكوني لسه عم تستني مني ابعت لك ورد جوري. كتير شايف حالك مهند، عن جد انت جنيت. بيسان، انا بحبها لنهال وما حدا فيه يمنعني من هذا الزواج. ما في داعي تعمل لي استعراض بنوب، قلت لك انت ما بتهمني ابدا ولا نهال كمان. لكن خلينا نحكي عن الشغلات اللي بتهمك، يعني خلينا نحكي عن جلسة بكرة. حلمي ما في معه أي دليل يثبت ادعاءاته، ونهاد كمان عم يتغابى وعم بيصدقه. هاد رأيك أنت؟ يعني نهاد بشو عم يوثق حتى راح أقطع كل علاقاته مع عمي؟ لازم تسأله إله هالسؤال. لكن الليلو إذا بيتراجع بكير بيعوض خسارته. بكرة حلمي أونال رح ينهزم هزيمة كبيرة وبده يخسر كل شي عنده. إذا نهاد بيستخدم عقله وبيتراجع وبيشيل إيده من القصة بالمرة، هيك بيكون ما حطم جسوره مع بيت زياكيل، وإلا هالباب رح يتسكر بوشه للأبد. ليش مخوفتك جلسة بكرة لهالدرجة؟ وأنا ليش بدي خاف؟ أنا بس حابب نبه نهاد. بس مهند أنا بعرف إنك بتكرهه لنهاد مثل حلمي بيك. ليش عم بتحاول تقدم له مساعدة؟ ليش عم تحاول تحميه؟ خلص اترك كل شي لبكرة، خلينا نعرف الحق مع مين، خليهم يتبهدلوا بسبب التهم اللي على أساس عم بيرموه عليك. ماني فهماني ليش عم بتحاول تحرمه لعمك من لذة هالشي. وانتي رح تتضرري معهم كمان. مهند انت عم تتناقض مع نفسك، عم تهاجمني وعم تحاول تحميني بنفس الوقت، واضح انك كتير ملخبط. عن اذنك هلأ لازم اهتم بالزباين. هي نماذج من آخر الموديلات اللي نزلت. هذا عجبني كتير، شو رأيك؟ رح يعجبه لتحسين ما هيك؟ ما بعرف، أنت يلي بتقرري. رح ورجيكم موديل كتير خاص وكتير حلو. أصلاً هذا عجبني بس كتير غالي. إذا عجبك مناخده. أنا ما بدي أحرجك حبيبتي، بس تحسيني بيستاهل ما هيك؟ مين؟ برأيي مدام لا تاخدي قرار قبل ما تشوفي هدول. ألو سمر، وينك انتي؟ أنا وماما بالسوق، شوفي. لازم شوفك ونحكي. ما بقدر هلأ. الموضوع بيتعلق بجلسة بكرة يا سمر، كتير مهم. عملك ما رح أقدر شوفك، خلص أجلها لبعدين. شوفك بعدين وبنحكي مهند. سمر لازم نلتقي هلأ ونحكي. عن جد ما في. حكيت مع بيسان. شو؟ حاولت أعرف منها شو في بإيد حلمي أونال، بس هي ما قالت لي شي. ما في عنا وقت، لازم نعرف هالزلمة شو بيعرف بالضبط. بعرف بس هلأ ما فيني أحكي أبداً. ماشي، بس تلاقي فرصة اتصلي فيني. وأنا كمان في شغلات بدي أحكي لك إياها. عرفتي شي؟ ما رح احكي على التليفون. سمر شو صاير؟ شو عرفتي؟ احكي. قلت لك بعدين بنشوف بعض وبنحكي. هلا رح سكر، نلتقى بعدين وبنحكي. سمر جايه.
وهدول كمان حلوين. مع مين حكيتي؟ اتصلوا فيني من الجمعية. ما عم تعملي شي بدون علمي، ما هيك؟ لا. لا تنسي انك وعدتيني سمر. ما عم بعمل شي أبداً.